نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو وواشنطن واثقتان ببدء المفاوضات السورية الشهر الحالي في جنيف. وبعد لقاء نظيره الأمريكي جون كيري في زيوريخ السويسرية، شدد لافروف على ضرورة مكافحة الإرهاب، وأكد أن منظمتي جيش الإسلام وأحرار الشام ما زالا على لائحة الإرهاب بالنسبة لموسكو لأنهما قصفا المدنيين. معارضة السورية في الرياض أعلنت أسماء مفاوضيها إلى جنيف، وبينهم المسؤول السياسي في جيش الإسلام محمد علوش. منسق المعارضة السورية رياض حجاب اتهم روسيا بعرقلة سير المفاوضات رافضا مشاركة أي طرف ثان من المعارضين في محادثات جنيف 3. فتم تسمية العميد أسعد الزعبي رئيسا للوفد المعارضة، والأستاذ جوري صبرا نائبا لرئيس الوفد، والأستاذ محمد علوش ممثل جيش الإسلام كبيرا للمفاوضين. لن يكون هناك تفاوض إذا تم هناك أي إضافة وبأي صيغة كانت، لن نذهب إلى التفاوض، هذا كلام محسوم، ولن نخضع للضغوط حول هذه المسألة، لن نقبل أي ضغوطات. هذه الحجج توضع لعدم الذهاب إلى مفاوضات. روسيا تعمل لعرقلة المفاوضات وعدم الدخول إليه في المفاوضات. خالد عيسى ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في فرنسا، وفي اتصال مع الميادين اتهم جزءا من وفد المعارضة السورية الذي سيشارك في اجتماعات جنيف بالانفصالية والعنصرية، واتهم قطر وتركيا والسعودية بعرقلة حل الأزمة السورية. ليس وفد المعارضة الذي أعلن جزء من المعارضة، المعارضة ذات الصبغة القوموية والإسلاموية وبعض المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر تركيا والسعودية وقطر، هذه الدول التي تريد عرقلة الحل السياسي في سوريا وتعتبر نفسها هي مثلا بقية الأنظمة الدكتاتورية الممثلة الوحيد للشعب السوري وهي لا تمثل. بدأ دخول نحو 5000 مدني إلى حي القدم في الريف الجنوبي دمشق في عملية هي الأكبر ضمن التفاهمات التي شملت عددا من الأحياء والمناطق السورية. العملية تجري وفق تسوية عقدت العام 2014 إلا أنها تأخرت بسبب أمور لوجستية. وفق مراسلتنا فإن عملية إدخال المدنيين ستتبعها عمليات ترميم وفتح للطرقات إلى جانب إدخال معونات غذائية إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة. القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أنور رجا أكد أن الدولة السورية جاهزة تماما لترحيل المسلحين، لكن مسائل لوجستية ما زالت تعيق خروجهم. وفي حديث للميادين قال رجا أن خروج الجماعات المسلحة من الحجر الأسود ومخيم اليرموك لم يتم حتى الآن. لم يجري حتى الآن خروج لهذه الجماعات كما قيل. هذه الجماعات بين لحظة وأخرى، بين ساعة وأخرى، ونتحدث عن أيام معدودات، ستبدأ عمليا بالخروج، ربما ليلا ربما صباح غد، ولكن هنالك تعقيدات لوجستية، هنالك أسباب أحيانا أمنية، هنالك ما يطرأ على الخط فجأة لعوامل مختلفة. نحن لا نتحدث عن طرف يعني لديه رؤية واضحة ويمسك بكافة الأوراق. الدولة جاهزة تماما لترحيل هذه المجموعات الإرهابية. سيطر الجيش السوري على سلسلة جبال المحسى جنوب شرق حمص قاطعا بذلك الطريق أمام محاولات تمدد جيش الإسلام إلى بادية حمص وعلى بعض طرق إمداد داعش. تقرير طارق علي. جبال المحسة جنوب غرب القريتين تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه بعد معارك عنيفة استمرت طيلة الأشهر الماضية على امتداد السلسلة الجبلية التي تربط ريف دمشق الشرقي ببادية حمص، وصولا إلى جنوب القريتين التي سيطر عليها داعش في آب أغسطس الماضي. تم تعزيز عدة نقاط باتجاه منطقة القريتين، كما تابعت جميع القوى والوسائط استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة
على محور القريتين وفي المزارع المحيطة بها واستهداف كافة الإرهابيين فيها. الجماعات المسلحة خاضت معارك فيما بينها للسيطرة على هذا المعبر الحيوي قبل أن يتمكن جيش الإسلام من السيطرة على هذا المحور، ليتجه بعدها مسلح داعش نحو مهين حيث منوا بخسارة أخرى فيها أمام الجيش السوري. تعتبر السيطرة على سلسلة جبال المحسي ذات أهمية كبيرة، كونها تعتبر المنطقة المحسي هي الخزان البشري الأكبر للمجموعات الإرهابية المسلحة، ومن خلال السيطرة على منطقة سلسلة جبال المحسي تصبح منطقة المحسي تحت السيطرة النارية، وبالتالي يتم قطع أوصال المجموعات الإرهابية المسلحة ما بين منطقة المحسي ومنطقة القريتين. تمكن الجيش السوري من انتزاع جبال المحسة من أيدي جيش الإسلام بعملية برية نفذها بعد تعزيز مواقعه في مهين، فكسب معركة استراتيجية تضمن له وقف تمدد جيش الإسلام من جهة، والإشراف على بعض طرق إمداد داعش الرئيسية وقطعها من جهة أخرى. عبر هذه التلال تقدم الجيش السوري والحلفاء وفرضوا سيطرتهم على جبال المحسة بعد معارك عنيفة تهدف إلى وقف تمدد الجماعات المسلحة بين ريف دمشق وريف حمص عبر القلمون الشرقي. طارق علي، جنوب شرق حمص، الميادين. وحول عودة الأهالي إلى حي القدم جنوب العاصمة السورية دمشق، ديما نصيف عدت هذا التقرير. عام ونصف العام من الانتظار كي يصعد العائدون إلى حي القدم من مراكز الإيواء في دمشق وضواحيها. جل العائدين من الأمهات والأطفال استردوا الطريق إلى بيوتهم من القناصة والمقاتلين. التسوية أعادت أم مروان وطفلها مع من عادوا، معا شغلا مراكز الإيواء 4 أعوام في كناكر، خطوة أخيرة في طابور الانتظار قبل عبور حاجز الجيش وتسليم بطاقات الهوية لدخول الحي. احنا كنا بالمخيم، ولما انثارت لما انفاتت الدولة الإسلامية على المخيم رحنا على الأدم، ومن الأدم سجلنا مع التسوية مع المصالحة. أم مازن وابنتاها في الطريق إلى العسالي، العائلة تعود إلى الحي المتفرع من القدم وتحت مظلة هدنة مشتركة. كنت بخربة الورد وفايت هلي على بيتي على الأدم. الهدنة تتيح أيضا لما شمل من نزحوا بمن قاتلوا قبل أن يصالحوا الجيش. أنا ساكن بالكسوة، صلي زمان ما طلعت، وشان نجي على بلدنا العنين نعمل تسوية أنه أخي شان نقطع الخبر اليقين العنين مشان ما يصير علينا شيء. العودة سبقتها إعادة منازل أو إليها نازحون من الغوطة الشرقية، وإعادة تأهيلا سريعا للبنى التحتية لن تتوقف، وخطة إغاثة لتشجيع من نزحوا على العودة. الطرقات مفتوحة أكيد، وهلأ نحن اليوم لح نثبت نقاط إغاثة لأهلنا العائدون إلى منطقة القدم. نعمل خلال 10 أيام منثبت نقطة دائمة، ومؤسسات الدولة لح ترجع تبسط سيطرتها دستوريا على كامل المنطقة تباعا. في أفواج المنتظرين مقاتلون ألقوا سلاحهم لتسوية أوضاعهم والعودة فوريا إلى الحياة المدنية في الجزء الغربي من حي القدم. المجموعة المسلحة التي لا تزال ترابط في الشطر الشرقي من الحي كفت عن القتال وتراقب عودة الأهالي للانضمام ربما فيما بعد إلى الهدنة، بعد أن أصبحت دمشق عاصية على كل اختراق. الأمهات عدن إلى الحي، الحرب تبتعد عن القدم. العودة إلى حي القدم لا تستأنف حياة قطعها التهجير والقتال فحسب، بل تثبت بعودة الأهالي إلى منازلهم سلسلة الاتفاقات والهدن في طوق دمشق الجنوبي الذي يتحول تدريجيا من جدار لحصار المدينة إلى جدار يمنع اختراق المجموعات المسلحة نحوها. من حي القدم جنوب دمشق، ديما نصيف، الميادين. دخلت أكثر من 1000 عائلة إلى منازلها في منطقة القدم جنوب العاصمة دمشق بالتزامن مع تسوية أوضاع أكثر من 150 مطلوبا، وذلك في إطار تنفيذ المصالحات الوطنية ضمن المنطقة. مراسل الأخبار إسماعيل أحمد والتفاصيل. حي القدم جنوب العاصمة دمشق، حي عانى من سطوة العصابات الإرهابية عليه سنوات طويلة، وطال انتظار أهله ليعودون إليه منتصرين رافعي الرأس لتقول لهم حافلات على طريق كثيرا ما تخيلوا وراودتهم الأفكار كيف سيعودون إليه وكيف سيبدو. هو مدخل حي القدم.
أكثر من 1000 عائلة من أهالي المنطقة عادوا إلى بيوتهم بعد أن خلص الجيش العربي السوري وغالبية أحيائهم من رجس الإرهاب، بالتوازي مع إنجاز المصالحة الوطنية وتسوية أوضاع المئات وعودتهم إلى حضن الوطن في بقية الأحياء الأخرى. الحمد لله، والله ارتحنا، واستقبال ما أحلى، واخذ لوي منا وما أحلانا، وجايبين أغراضنا وما حدا حكى معنا شيء. ما طلبوا منا بس قال نزلوا على المحطة مشان شوفوا بيوتكم، اللي بريد يضل بيضل، ما بريد برجع. فايتة على سالي. شو جايبة معك؟ جايبين أغراض، فاتحين محل صغير. آه. إيه، والحمد لله الأمور بخير. عم يسمحوا لكم تدخلوا أغراضكم؟ الحمد لله، الحمد لله الأمور بخير. إيه، وإن شاء الله بيرجع الوطن الأحسن. ولا شيء، عبارة عن هوية وتفضل. فوراً. أبداً، ما في أي تعسير منه. عم تدخل تطلع عادي. العادي هاي أول مرة، بس عادي الحمد لله، ما حد دخل فينا بشيء. ها والله ما سألونا، ما عشنتي، وفي ناس مفوتي هاي مثل ما تقول بيع وشراء و... الحمد لله ما حدا عم بيفتش شيء، ما حدا عم لا 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 حد من ما في شيء الحمد لله. تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة السورية للعائدين في منطقة القدم، فالشرط الوحيد لدخولهم أن يكونوا ممن يملكون منزلا فيها أو يقيمون هناك، ليتزامن مع دخول الأهالي تسوية أوضاع المئات ممن غرر بهم ولا يوجد بحقهم أحكام حق شخصي، ليدخلوا بعدها برفقة عائلاتهم ويمارسون حياتهم الطبيعية. في باصات كل الأهل القدم كلها راجع إن شاء الله، ويتم الأوضاع إن شاء الله بخير، والله يتمم على خير على الجميع. الفرحة كبيرة يعني، الحمد لله. قلبنا رفرف من جوا، والله يفرج على الكل يا رب، على كل البلاد. كان في تعاون من قبل الجيش والمحافظة؟ في، اي والله، اي والله، هن اللي حمونا وهن اللي جابونا لهون وهن اللي وصلونا لهون. مبسوطة بالرجعة على الأهل؟ لك الحمد لله، الله يك يا رب، تأمن البلاد يا رب. جايبة معك أولادك؟ اي أولادي أولاد بنتي. مبسوط بالرجعة؟ كتير كتير كتير، قد ما تتصور. الله خلينا سيادة الرئيس وجاه نبينا محمد ويحمي هالبلد، كرامنا محمد، إلهي ويحميكم أنتم كمان، نرجع لبيوتنا بقالب، والله قاعدين متسردين هون وهون. الخير كله الخير بالمحبة، والخير كله الخير بعودة الأهالي إلى أهلي إلى بيوتهم، الخير كل الخير بأمن البلد، والحمد لله رب العالمين. فهذا والأمن هو موجود في سوريا، والأهالي في حي القدم الشريف يعودون إلى بيوتهم باستقبال وترحيب، ونحن وتحتضنهم بلدهم. سبق دخول الأهالي معاينة الورشات الفنية في محافظتي دمشق وريفها للأضرار التي نجمت عن تواجد المجموعات الإرهابية في أحياء المنطقة، ليتم صيانتها بشكل سريع وفوري. عينتوا المنطقة شو بتحتاج؟ والله المنطقة فيها دمار يعني، بحاجة لإصلاح وتأهيل. يعني في عزيمة على مدار 24 ساعة بالساعة. أكيد إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله خلال 24 ساعة إن شاء الله بتحسن الوضع شوي. اهتمام كبير من الحكومة السورية لإتمام مصالحة القدم بهدف التخفيف عن الأهالي وإعادتهم لحياتهم الطبيعية، شاركهم وعي كبير من أهالي القدم بتسوية أوضاعهم وإتمامهم للمصالحة. هذه المصالحة مشيت بعدة مراحل، واليوم هي المرحلة بالأحياء النهائية، يعني بمعنى بداية 2015 تم عودة أكثر من 2000 عائلة إلى القدم الغربي، اليوم بالقدم الشرقي، اليوم عنا أحياء العسالي والمادنية والأحياء العسالي والجورة، وعنا بريف دمشق اللي هي المتاخمة هي أحياء بورسعيد والمادنية. موضوع برمته اليوم عنوانه الأساسي إنجازات بواسل جيشنا العربي السوري تكاملت مع جهود المصالحة التي وجه بها قائد الوطن، وفي المناطق المتاخمة ما بين محافظتي دمشق وريف دمشق أدت إلى هذه النتيجة التي هي عودة الأهالي بالآلاف، وأدت إلى تسوية أوضاع شباب الوطن، وأصبحوا جميعا بخندق الدفاع عن الوطن ضد المنظمات الإرهابية. خطوات حكومية سريعة في كافة المحافظات، وأقبال كبير من الأهالي بتعاونهم نحو أهداف طرد الإرهاب والعودة بسوريا، وعودة الأهالي إلى منطقة القدم أكبر مثال على ذلك. أكثر من 1000 عائلة عادوا إلى مناطق القدم، إضافة لتسوية أوضاع أكثر من 150 شخص، هي نتيجة منطقية لإنجازات الجيش العربي السوري بفرض السيطرة والأمان على كامل الأحياء، إضافة للتطورات السياسية المختلفة والثقة المتبادلة بين المواطن السوري والحكومة، هي إنجازات نحو هدف واحد هو العودة بسوريا كما كانت وأفضل. لإخبار التلفزيون العربي السوري، إسماعيل أحمد، القدم.
في ريف حمص الشرقي أحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على عدد من التلال والمرتفعات الحاكمة من ضمنها ثنية راشد لتقطع بذلك طريق أمداد إرهابي داعش من المحس إلى القريتين. وفي درعا دمرت وحدات من الجيش مقرا لإرهابي جبهة النصرة وسيارة بما فيها من أسلحة وذخيرة في أثناء تحركها في ساحة بصرة بدرعا المحطة، كما تم القضاء على كامل مجموعة إرهابية في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي. ودمرت وحدات من الجيش العاملة في حلب 7 آليات للإرهابيين في قرية صبيحية شمال شرق سفيرة وفي قرية الشيخ لطفي ومنطقة الراشدين 4 على الأطراف الجنوبية لمدينة حلب. وفي مدينة حلب تم تدمير 3 بؤر للإرهابيين في حي بستان الباشا تحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. بعد الرصد والمتابعة دمرت وحدة من قوات حفظ النظام حفظ الأمن والنظام في وزارة الداخلية وكرا في حرس تابري في دمشق كانت المجموعات الإرهابية تتحصن فيه وقتلت من بداخله. هذا وتتابع قوات حفظ الأمن والنظام مهامها القتالية ضد الإرهابيين جنبا إلى جنب مع جيشنا الباسل. كاميرا المركز الإخباري برفقة مراسلنا جعفر يونس تجول في مطار حميمين بريف اللاذقية. عدة مقاتلات من أصناف مختلفة روسية وسورية الآن تقلع وتهبط على مدرج مطار حميمي الذي نتواجد فيه الآن. مختلف أصناف المقاتلات الجوية من المقاتلات النفاسة ومن المقاتلات الحوامات العسكرية هي تقلع من هنا من مطار حميمي بعد أن تذخر بالأسلحة العسكرية وبالمعلومات الاستخباراتية واللوجستية التي توضع في غرفة العمليات المشتركة هنا في مقر العمليات في غرفة العمليات المشتركة الروسية والسورية في مطار الحميمي بعد أيضا تذخيرها بالمعلومات الميدانية من أرض الميدان من قبل وحدات المشاة السورية العاملة على الأرض في مختلف الجبهات المعارك. يعني كما نعلم أن الطيران الروسي والطيران السوري ساهم بشكل كبير في تقدم ومساندة وحدات المشاة الجيش العربي السوري في عمليات التحرك وضرب وتهشيم البنية العسكرية والبنية اللوجستية من طرق امداد ومن مستودعات ذخيرة وغيرها للجماعات الإرهابية، ما انعكس بشكل إيجابي لتطور ميداني للجيش العربي السوري على مختلف جبهات المعارك. هنا في مطار حميمي طيارات لا تقف عن الإقلاع والهبوط، المدرج يعني يشهد عمليات عسكرية أو المدرج يشهد عدة يعني طلعات ونزلات لوحدات المشاة.
كان خليل جارنا ما يعيد له أبي لك يا أبو جعفر انتحاري. نزل أبي هاجم عليه أبي كمشه حطه بالأرض هو ما يضربه قام فجر حاله. عم شيل الأولاد في ولدين بالأرض أنا عم شيلهم شهيدين عم شيلهم من الأرض مش طغير فجت السيارة الثانية. ركبت بلا وعي ما بعرف نار ما نار فت على المحل الضغط الانفجار قوي يعني الله يرحمها خلاها تدخل لجوا البناء الثاني. إن شاء الله الإرهاب لزوال وصامدين بهالحي وما راح نروح محل وبدنا نتم ببيوتنا وبدنا نعمر بيوتنا ونرجع من أول وجديد. بنضل هون بهالبلد ما راح نترك. ناقش مجلس إدارة المعهد الوطني لل... وشاركت برسالة من بطل وأخذ دور أم الشهيد وبفتخر بدوري وبتمنى كل أم شهيد ترفع راسها بابنها لأنه ابنها شهيد وروى تراب الوطن بدمه. شكرا روسيا لأنكم ساعدتم الشعب السوري في الحرب على الإرهاب. ستبقى سوريا صامدة كقامات السنديان وشامخة كشموخ قاسيون. لأخبار التلفزيون شيرين عارف اللاذقية. حددت غرفة صناعة دمشق وريفها 11 من شهر آذار القادم موعدا لبدء مهرجان التسوق الشهري الأول لهذا العام بمشاركة الشركات الصناعية السورية لتقدم منتجاتها مباشرة للمستهلكين بأسعار مقبولة وعروض وحسومات كبيرة وبالجودة والمواصفات المطلوبة. كشف مصدر في غرفة تجارة دمشق أن الغرفة بصدد استئناف ندواتها الاقتصادية الأسبوعية التي أقامتها خلال العامين الأولين من الأزمة الراهنة وذلك بهدف مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية اعتبارا من الشهر المقبل. تطلق وزارة الثقافة عند 12 من ظهر الأحد القادم في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الكتاب الإلكتروني الناطق للأطفال. أعلنت مديرية ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عن إجراء مسابقات أدبية وفنية لأبناء وبنات الشهداء في مجالات الخط العربي والتصوير الضوئي والقصة والشعر والمقالة وآخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة 7 نيسان القادم. أنهت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حماة أعمال صيانة وإعادة تأهيل 7 مدارس متضررة نتيجة الأعمال الإرهابية في منطقة الغاب بكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ليرة. يبدأ غدا العرض التجاري لفيلم بانتظار الخريف للمخرج جود سعيد في صالات السينما بدمشق وعدد من المحافظات. بهذه الوقائع مشاهدين الكرام نصل إلى ختام نشرة أخبار البلد التي قدمناها لكم من المركز الإخباري في دمشق. الموعد الإخباري القادم في المسائية. إلى ذلك الحين إلى اللقاء.